وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر. مساء الخير أستاذة سوسن. شدد جلالة الملك المفدى حفظه الله في اتصال هاتفي جرى أمس مع أخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، شدد على رفض البحرين القاطع لكل من يحاول المساس بسياسة وسيادة السعودية ووقوف البحرين صفا واحدا إلى جانب المملكة. من هذا المنطلق يتبلور موقف البحرين المساند للسعودية. ماذا تقولين أستاذة سوسن في وقوف البحرين قيادة وشعبا مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بسياستها وسيادتها أيضا؟ هذا هو الوضع الطبيعي، أن البحرين تعرف وتدرك أن هناك مصير مشترك، وحدة مصيرية تاريخية ومستقبلية أيضا. هذا عمق الأمة العربية والإسلامية الاستراتيجي. المساس بالمملكة العربية السعودية هو مساس بنا، ويعني إذا أضفنا إلى ذلك موقف المملكة العربية السعودية مع البحرين في كل ما احتاجت لها من مواقف، كانت سياسية ولا أمنية ولا حتى اقتصادية، كانت المملكة دائما سندا لنا. فهذا أقل ما يمكن أن يقدم، ونحن نبحث عن أمن إحنا قبل حتى أمن المملكة حين نساند المملكة في هذه الأزمة. وهذا شيء طبيعي وغير يعني مستغرب. موقف جلالة الملك هو موقف حنكة سياسية معروف عنا، أن إحنا نستجيب في وقت الحاجة والتوقيت المناسب. لذلك حتى الاستجابة التي نراها تتالت فيما بعد من المؤسسات الرسمية، وأيضا هذا شيء طبيعي. ننتظر الآن حتى من الجميع، حتى كموقف شعبي، أن تشعر المملكة العربية السعودية أن شعب البحرين بجميع فئاته، بمؤسسات الأهلية، بالمجالس الشعبية، بكل المؤسسات التجارية، يجب أن يبرز حتى الموقف الشعبي البحريني المساند للمملكة العربية السعودية. فهذا هو عمقنا الاستراتيجي، وهذا الشيء الطبيعي المنتظر من البحرين. نعم أستاذ سوسن، لاحظنا يعني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، على مستوى التأييد الشعبي هنا في البحرين للمواقف السعودية والرافضة لأي إساءة تتعرض لها المملكة العربية السعودية من جهات ربما أغلبنا يعرفها وهي جهات مشبوهة. ولاحظنا أيضا يعني على مستوى الصحف، على مستوى الكتاب، على مستوى المواطنين، وأيضا على مستوى المواطنين السعوديين، هذا الالتفاف الكبير حول القيادة السعودية وحول كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات. كيف ترين هذا الالتفاف الشعبي الكبير هنا على مستوى البحرين وأيضا على مستوى المنطقة؟ التجاوب كان تلقائي وعفوي وطبيعي. احنا نشعر ان ندافع عن نفسنا، لا نشعر ان احنا ندافع عن دولة شقيقة ابدا. هذا دفاعنا عن امننا واستقرارنا. المساس بالسعودية ومساس فينا، والعكس صحيح، وما شعر به اخواننا في السعودية حين احتجنا احنا لهم من تعاطف والتفاف ومواقف مساندة، الان يرى العكس من أهل البحرين. إحنا أهل قبل أن نكون حتى جيران أو هناك دولتين، إحنا دولة واحدة وشعب واحد ومصيرنا واحد. جلالة الملك قال كلمة جميلة، إحنا اخترنا السعودية لما قامت عاصفة الحزم، لأن إحنا بالفعل نرى أن ما تقوم به السعودية من تحمل لعبء كبير دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية لا يجب في أن تكون وحدها، ولا تشعر أن هي وحدها حاملة هذا العبء. جميعنا لازم نقوم كل من بدوره ومسؤوليته أن يرد هذا الجميل وأن يوصل هذه الرسالة إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية، بأن نحن جميعنا نقف خلف السعودية. نعم الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك.